اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا محشي. لما نقول محشي يعني اكله مصريه لها تراثها ولها تقاليدها وبتتورث بقى. خلطه فلانه غير خلطه فلانه، فلانه بتعمل المحشي ني في ني وهكذا. احنا معانا النهارده الكوسه محشيه. من بدايه ما احنا بنشتري الكوسه من عند الراجل الفكهان الراجل الطيب اللي على ناصيه الشارع، مهم جدا ان انا اختارها تكون قد بعضيها. ما ينفعش الاقي في محشي الكوسه واحده قد كده وواحده قد كده، واحده صغيره واحده كبيره، واحده كبيره واحده صغيره. معايا فراخ النهارده مشويه، بس الفرخه مش كامله النهارده. معايا النهارده افخاد الفراخ مشويه بالاعشاب. انا شخصيا لما احب اعمل شيش طاووق بعمل افخاد الفراخ. يفضل عمل الشيش طاووق من الافخاد والوراك بتاعه الفراخ مش من الصدور، عشان تاكل الشيش طاووق على وصوله. معانا النهارده السلطه بتاعتنا قيمه غذائيه عاليه جدا، اوميجا 3، يعني جمبري جامبو، يعني الفوسفور كله. ايه يا عم الشيف؟ يعني سلطه الطحينه البقدونسيه. احنا كلنا عارفين الطحينه مستخرج من زيت السمسم او من السمسم عموما، والسمسم غني باوميجا 3، يعني مضادات اكسده، يعني زهايمر نو. مش عايز اطول على حضراتكم لان التفاصيل النهارده في الحلقه، ودايما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الكلام ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيره ولكن الطعم جديد والمعنى كبير. يعني النهارده معانا محشي الكوسه، هنعمل الحشوه ني في ني. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مقادير الكوسه المحشيه باللحمه والرز. معانا لحمه مفرومه كميه قليله، ولتكن مثلا على الكيلو الكوسه 100 جرام 150 جرام، يعني نطعم الرز باللحمه شويه. حلو الكلام. ضاني كندوز اللي عندك. معانا كوسه ملاحظين حضراتكم كلها حبه واحده بحجم واحد، بنشتريها خضرة وطازه، وارجوك تنزلي تشتري الخضار بنفسك، بتحس بالمتعه الالهيه الكبيره من نعم ربنا علينا. خضارنا الكوسه الجزر البطاطس كل ده. معانا بقدونس، معانا دبس الرمان، معانا فلفله حلوه، ده في الحشوه بتاعه الكوسه. معانا رز مصري ده اساسي، وما تتهوريش وتعملي المحشي بالرز البسمتي ارجوكي. محاشي يعني رز مصري في المرتبه الاولى عشان تاكلي وتستطعمي المحشي كويس. معانا طبعا شويه حب اللي هي التوابل والبهارات الحلوه وحبك للمطبخ. حلو الكلام. حلو الكلام. معانا صوص طماطم على النار بيسبك مسبقا، حاطينه من ساعه ما بدانا علشان ايه الحلاوه دي. بص على الشقاوه هنا، شويه صوص طماطم بيتكلموا عن نفسهم. بصلايه ناعمه، تومه ناعمه، شويه زعتر، شويه بهارات، فص مستكه، تضرب الطماطم في الخلاط تحطيها تسيبها تغلي. عندك في الثلاجه شويه شوربه لحمه مش هيقولوا لا، شوربه فراخ مش هيقولوا لا، تغلى على النار، بتتسبك على النار. الطماطم دي اللي هتخلي للمحشي دي طعم وشقاوه. نبص عليها كده، دي من البدايه انا مجهزها ومحضرها اهي. شفت القوام بتاعها؟ فيها طعم وفيها كل حاجه. بصله، تومه، شويه بهارات حلوين، ملح وفلفل، حطيت لها شوربه. اهلا وسهلا. عندك حته ليا في الثلاجه طلعيها وحمريها، وخدي الزبده بتاعتها حطها فيها. الطعم ده في ايدك، هو دي القصه. حلو الكلام. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنخلي صوص الطماطم ده كده على نار هاديه، والطاسه دي على نار شديده، ونبدا نعمل مع بعض حشوه الكوسه على الطريقه المغازيه. حلو الكلام. حلو الكلام. هدي النار كده بس شويه عشان انا مش عايز نار شديده. حلو الكلام. طيب لما تيجي تعملي محشي الكوسه باللحمه المفرومه غير انك تعمليه بالرز بس، طبعا اللحمه المفرومه هنا انا هخليها كميه قليله بس ني في ني. حلو قوي. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الحشوه بتاعتنا. الرز ده الاساس اهوت، وانا بحبش الرز كتير في الحشو. محشي كرنب، محشي كوسه، محشي ورق عنب، كميه رز قليله كده. طبعا احنا معانا كوسه محشيه جاهزه، بس احنا عايزين نشرح لحضراتكم ازاي نعمل المحشي. لحمه مفرومه كفايه دول امانه، يعني فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء دي بتتباع عند الراجل بتاع العطار او الراجل بتاع السوبر ماركت، شويه بقدونس حلوين، دبس الرمان على الحشوه كده، ويتحط برضو دبس الرمان ده في تحمير الكوسة، بصلاية ناعمة، فص توم ني محترم حلو كده،
البهارات بتاعتنا مش هتطلع من الملح والفلفل. ملح وفلفل، شويه بابريكا، الحاجات اللطيفه دي. حلو. شويه الحب بقى داخله تعملي محشي، فالمحشي بالذات بيحس بالحنيه بتاعت اصابع ايدك كنت بتعمليه، خاصه محشي الكرنب ومحشي الكوسه. ليه؟ انك تنقي الكوسه قد بعضيها من عند الراجل الفكهاني، انت نيتك هنا نيه انك تعملي محشي بالشكل ده كده. من الاخر جوزك واسرتك وضيوفك لما يلاقوا المحشي كله حبه واحده في قلب الصينيه او في قلب الطبق، ده معناته ان انت مهتمه. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل، شويه كزبره في قلب الحشو. حلو الكلام؟ اه. انا مش هحط لا زيت ولا احط زبده، ده المكعبين من الزبده جوه الحشوه دي. دي التركايه. وامسك الخلطه دي يا عم الشيف كلها كده واقلبها. اقلبها مع الزبد. والله حطيتي معلقه سمنه بلدي من اللي جايباها حماتك في نهايه الاسبوع وجايه تزورك، الست الطيبه ربنا يخليها لك يا رب، ما بتدخلش بايدها فاضيه. انت كمان تقومي كده وتفتحي الديب فريزر وتفتحي الثلاجه، تطلعي الحتتين اللحمه اللي في الثلاجه، وتطلعي شويه الحاجات الحلوه اللي في الثلاجه، وتبداي انك تعملي سفره حلو. مش لازم بقى امك جايه يا حبيبي، انزل بقى واشتري وهات. الراجل يقول ايه اللي جابك يا حاج النهارده بقى، كنت قاعد في امان الله في يوم الاجازه. لا، انزل افتح الثلاجه هتلاقي خير ربنا. تفاصيل صغيره اقصد هنا انك انت بالحاجات الماتيريال والمكونات اللي عندك البسيطه اللي في الثلاجه هتعملي سفره بسيطه وسهله. لحمه مفرومه مش لازم انزل اجيب من عند الجزار بقى، هتنزل هات لي نص كيلو لحم مفروم. ايه انا حطيتش يكملش 100 جرام. شويه الرز، شويه البهارات والاهتمام. كوسه نزلت بنفسي اشتريتها، ملاش حبيت كوسه كبيره وحبيت كوسه صغيره، الحاجات دي مطلوبه كده. حته اللحمه هنا دابت وساحت مع الزبده مع الرز مع التوابل مع البهارات مع البصله مع التوبه مع معلقه دبس الرمان، كل ده مع بعض. حلو قوي. دي خلاص مرحله عدينا منها. حلو الكلام. هنبدا ان احنا ايه، نحشي الكوسه. الكوسه بتشتريها، بتجيبي مقوره، في مقوره كده بتاعت الكوسه اللي بتطلع الحشوه بتاعت الكوسه. دلوقتي في ناس عند بتوع الخضار بتلاقي عندهم الطبق فيه كيلو كوسه ما 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 متقوره جاهزه. بصراحه يعني انا مبسوط بلاقيها واجيبها جاهزه. اي او انك تعملها في البيت وبشوكه تقدر تخططيها التخطيطه دي، او بالمقوره بتاعه الايه التقشير بتاعه البطاطس، يعني حاجه من الاثنين، بس بتحطها زي ما هي. ده الاهتمام، ده الحب. دول شويه الحب اللي انا بتكلم عنه، ان الكوسه تتعط بالشكل ده كده. طب انا لو حطيتها سليمه فمش هتقول لا، والكوسه مش هتزعل ولا اي حاجه، بس مفيش اهتمام. ده اللي انا اقصد منه، اللي هي رساله الحب من المطبخ، مفاتيح السعاده الزوجيه، اهتمامك بالحاجه وانت بتعمليها. لو انت بصيتي كده ومعايا الاساتذه المصورين هتلاقي الكوسه بالمزوره كلها مقاس واحد وحجم واحد، برضو ده الاهتمام، ده اللي انا بقول عليه. ده المطبخ بيبان من عنوانه. حلو الكلام. ناخد الكوسه نحشيها مع بعض واحده واحده. كوسه بقى زي محشي الكرنب كده ما يحبش ان احنا نضغط في الحشوه، نسيب حبات الرز فرصه تفرد عضلاتها جوه عشان لما تستوي تلاقي مساحه. يلا مع بعض. طبعا احنا عاملين شويه هنا معانا زي الفل، تكفي الجيران وتكفي الحبايب. طبعا لما نلاقي على السفره كوسه محشيه يعني طبق الرز موجود، يعني طبق الخضار موجود من ضمن الاكله، يعني الاكله فيها كل حاجه. محتاجين بقى ايه؟ شويه لحمه، شويه كفته، بوفتيك، فراخ بانيه، سكالوب بانيه. حلو. هنعمل النهارده فراخ مشويه. فراخ مشويه بايه؟ بالاعشاب او بالتتبيله، طريقه الشيف المغازي. هنشوف نعملها مع بعض ان شاء الله ازاي، بس احنا هنخلص من المحشي اللي بياخد وقتنا ده كده ونحطه على النار وننساه. اهو بسم الله. ادي كمان لو انا قعدت احشي الكوسه دي كلها في الحلقه هنضيع وقتنا على الفاضي، بس انا يهمني المضمون، يهمني المعطيات. اصبع صغير كده بدخلها. حلو. محشاش للاخر، اسيب فيها فراغ كده زي الفل. هناخد الكوسه دي يا عم الشيف في الطاسه اللي على النار بمعلقه زيت زيتون ونشوف هنعمل فيها ايه. نعم. اه دي لازم تتحمر، لازم تتشوح. هاي زي الفل. عدينا المرحله دي تمام. هناخد هنا عود روزماري معانا وعود زعتر لطيف ونحطهم على الكوسه هنا. اللهم صل على النبي. وناخد بعضينا ونروح عند النار وربنا يكفينا شر النار. ادي الطاسه على النار
في قلبها كده شويه زيت. ركزي معايا بقى عشان التركايه هنا والتفاصيل الصغيره هنا. وادي مكعب زبده صغير بحطه هنا، واخد الكوسه دي احطها هنا. اللهم صل على النبي. هو ده الموضوع هنا مختلف معاك. الله الله. وحمر شويه، تاخد بس لون، تاخد لون يا عم الشيف بس، ونسيبهم ياخدوا لون مع التقليب بقى. يعني بعد ما ياخدوا اللون احنا هنقلبهم. يشيل بقى ليه التفاصيل دي. يبقى قبل ما اخلص موضوع الكوسه عشان اخش في اللي بعده، ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تعني مليون كلمه. كوسه محشيه بتفاصيل صغيره بطعم جديد، دبس الرمان، التركايه هنا في الطعم اهو زي الفل. تعالوا مع بعض. ايه الحشوه؟ الحشوه هنا شويه رز مصري، لحمه مفرومه، كندوز او ضاني، حطيناهم مع بعض مع التوابل، شويه بقدونس، بلاش الشبت والكزبره عشان ما تاخدناش على سكه الكرنب، بقدونس بيكفي، وشويه البهارات الحلوين، والمكعب الزبده اللي انا حطيته في قلب الرز ده بيخلي جوسي كده مع الحشوه بتاعتنا ويخليها طريه وزي الفل. هنشيل ده من هنا ونخليه على جنب. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنخش في اللي بعده بس بعد ما نروق المطبخ بتاعنا. حلو قوي. واحنا شغالين مع بعض كده، حاضر، نطلع فاصل. خلونا بعدين نطلع فاصل، بعد الفاصل الصغير ده هنرجع مع بعض نشوف التفاصيل الصغيره، ازاي اعمل فراخ مشويه بالاعشاب. الكوسه بدات تاخد لون اهوت. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه التفاصيل الصغيره اللي الشيف المغازي دايما بيتكلم عنها؟ الكوسه بتتحمر في قلب الطاسه، حمرنا جزء والجزء الاخير معانا في قلب الزعتر، في قلب الروزماري، الكوسه خدت لون. تركيه هنا بقى الكلام. هنا الكلام اللي عايز سؤال. العود الروزماري والعود الزعتر اللي انا بحمر في قلب الكوسه انا عايزه على فكره. هاخد الكوسه دي بعد التحميره الحلوه دي كده، ارصها مع اخواتها هنا اللي انا حمرتهم بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي يا مش؟ ايه الجمال ده؟ طب ايه الفكره من تحميرك للكوسه يا ست الكل؟ فكره في ان انا بدي لحميه الكوسه شخصيه، ما تتهريش. الكوسه لما احمرها بديها شخصيه، تقوم تغرق مع صوص الطماطم دلوقتي زي الكوسه اللي قبلها كده، وتلاقي طعمها حلو. مكان تحمير الكوسه، مكان مكعب الزبده، مكان عود الرزماري، التركايه دي، صوص الطماطم اللي بيغلى على النار، نعمل التركايه دي كده. يلا هنا هنا. الصوره تعني مليون كلمه، لما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، هو بالشكل ده. العب. هو ده هو ده هو ده. يا ويلي يا ويلي. ده المطبخ يا اخواني، ده المطبخ. شراه على السوبر ماركت بقى، واشتري واملى العربيه، وبمشي جنب العربيه وهي محمله مش باينه منها. الحساب كام يا فندم؟ 5000 جنيه. طلع الفيزا، اسحب. اجي اخر الشهر عيط. اهو شويه كوس، عملنا محشي وعملنا عليه حكايه. دوري في الكتاب مش هتلاقي، دوري في الكراس مش هتلاقي. ايه الحلاوه دي؟ على فين هي استوت كده يا شيف؟ لا، هي خدت تحميره، خدت شخصيه، غرقتها في صوص طماطم مكلف. هنحطها في الفرن ونسيبها تعيش مع نفسها بقى في درجه حراره 180. الله، زي الفل. نروع على الصينيه عشان الحاجات الصغيره دي ممكن تبقى تسود لي البايركس بتاعي، الحاجات اللي بتنضفيها وهي زي ما هي كده. ده كويس. الله، والله يا شيف انت ريحتني من غلبه، واجيب حله واحط الكوسه وتتكسر مني وتتهري مني. يا ست الكل، وتقدميها في نفس الطبق ده. وصوص الطماطم ده لما تعمليه بنفس الطريقه وبنفس التركايه دي، قولي لي رايك فيه. انا مش عايز غير الكلمه الحلوه بس على السوشيال ميديا. الكلمه الحلوه دي بمثابه دفعة قوية، بمثابة بنزين عيار 95 بتاع الطيران. هناخد الكوسة دي زي ما هي كده وندخلها الفرن. اهي بص على الحلاوة دي، مكانها فين يا غالي؟ مكانها في أرضية الفرن، نسيبها تغلي.
اللهم صل على النبي. لا ده فيها تفاصيل كتيره دي بقى، دي فيها خبره طعويه بتاعت السنين كلها. محشي كوسه بالطماطم، الكوسايه قد الكوسايه، يعني مفيش لا واحده كبيره ولا واحده صغيره. العب. وصوص الطماطم ده مش في الكراس ولا في الكتاب. هو ده. يلا. هو ده. العب. هو ده. طيب، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل فخاد الفراخ المشويه. معايا الجريلا بتسخن. حاططها من البدايه وعايز درجه حرارتها عاليه جدا. لما تيجي تفكري تعملي تشوي برجر، تشوي فراخ، تعملي شاورما، في حاجات كده صغيره لازم تهتمي بيها. ايه هي يا عم الشيف؟ اشتري من المصروف جريلا او الحاجه اللي هشوي فيها الطاسه تكون معدن سميك، معدن زهر. الزهر هو اللي بيحتفظ بدرجه الحراره فتره طويله، يقوم الحاجه تستوي من غير ما الصوص بتاعها او الجوس بتاعها او دمها او الميه اللي جواها تنشف. لما اجي اشوي برجر او اشوي فراخ او اشوي لحمه او اشوي شاورما ايا كان، لازم احافظ على الطعم اللي جوه، مش الحاجه تنشف، او كبده، مش الحاجه تنشف ولا في الاخر حته سفنجه بلا طعم بلا لون بلا شكل. هي الزهره بتسخن هنا زي الفل. انا ما قلتش عن اسم ولا حاجه، انا عايز اي زهره معدن، وده بتصنع في وسط البلد او بتشتري جاهز. هناخد الفراخ دي نتبلها مع بعض دلوقتي. هنتبلها ازاي؟ تفاصيل صغيره. المقادير على الشاشه. تتبيله الفراخ مع بعض. حاضر يا فندم. تتبيله الفراخ مع بعض. هنجهز الكبه الحلوه دي كده ونحط بقى الايه الخلطات فيها. شويه اعشاب حلوين، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه. حلو الكلام. ادي الاعشاب بتاعتي، ريحان اخضر. المقادير على الشاشه. روزماري البدايه، شويه اعشاب حلوين، افخاد من الفراخ، وبهاراتنا ملح وفلفل، شويه بقدونس حلوين، وده روزماري، زعتر، ريحان، الحاجات اللطيفه دي على فكره بتدي طعم وفليفر حلو قوي. عود ريحان حلو من اللي بيتعمل منه صلصه البيستو. ايه هو البيستو ده؟ ده عنوان المطبخ الطلياني، عباره عن ريحان اخضر، لوز يا مزاج اللوز، او صنوبر، او فول سوداني. بيقولوا لي يا شيف مغازي يعني ينفع تقول فول سوداني مع صلصه الطلاينه؟ يزعلوا، ايه المشكله؟ والفول السوداني ده يعني قيمه غذائيه، بروتين لطيف وجميل وفي متناول الجميع. نجيبه نقشره نحمصه نطحنه مع الريحان ده وشويه ثوم ونحطهم في البرطمان، ايه المشكله؟ زي زبده الفول السوداني كده، قيمه غذائيه عاليه جدا كده. كل التوابل مع بعض. عود بقدونس حلو، بس خلينا نشغل الكبه دي عشان صوتها مزعج. بعد اذنك اخلصها، بس نخلص منها كده عشان نكسب وقت. بس خلاص خدنا الخلطه دي. اللي انا لو انا حمرتها يا عم اشرف قبل ما احشيها، الكوسه مش هعرف احشيها، دي رقم واحد. رقم اتنين، فلازم هي تمسك نفسها والحشوه جواها، تقوم اللحمه تاخد الصدمه الناريه تثبت جوه الحشوه. ربنا يثبت قولك عند الحق ان شاء الله. هناخد الزعتر ده كده مع التوابل. حلو الكلام. حطيت الخلطه. يهمنا الخلطه دي عباره عن ايه يا عم الشيف؟ تاني زعتر، روزماري، شويه ريحان، التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا. لقيت عندي شويه بردقوش موجود معانا، يعني كل الاعشاب اللي عند العطار هاتيها. حطيت زيت زيتون. الخلطه دي فيها مكعب زبده عشان هو ده اللي مخليها ماسكه القوام ده كده اهو. شفت الخلطه دي زي الفل. دي خلطه الاعشاب بتاعت المغازي. اكتبيها بقى كده وحطها على باب التلاجة لما تفكري تشوي جوانح فراخ ولا افخاد فراخ، تشويها بالطريقه دي. البيتزا مقاديرها على الشاشه، هقولها لك معلش. 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره تقلبها في معلقه سكر عشان تعرف ان الخميره شغاله وبعافيه. قلبت السكر مع الخميره، نحطهم على جنب مش شويه ميه دافيين. بعدين بنحط شويه بيكنج باودر، معلقه صغيره على الثلاث كوبايات على البيكنج باودر، ونقلبهم ونحط في قلبيهم كوبايه من الزبادي. الزبادي عندكم في الصعيد حكايه، بيخلي عجينه البيتزا طريه وهشه. بنحطهم مع بعض الى جانب والطلاينه، نحطوا حليب باودر، انت حط زبادي. قلبنا ده كله مع بعض، وبننزل بالماده المتخمره اللي هي الخميره مع السكر مع الميه الدافيه، ونعجن العجينه بتاعتنا بزيت زيتون. قلبناها وعجننا العجينه، نسيبها تتخمر مرحله اولى نص ساعه. بعد النص ساعه نقطعها ونقسطها بلغه الخبازين البكري، يعني ايه؟ على قد الصينيه بنقطع حته العجينه ونفرتها في قلب الصينيه. بعد ما نفرتها نسيبها كمان نص ساعه. امشي بالتكنيك ده كده وتاكل بيتزا ما اكلتهاش قبل كده.
بعد ما تفردها في الصينية سيبها متخمرة نص ساعة تاخد الشكل والقوام اللي انت عايزه. بعد كده بتجيب أطراف إيدك وتعلم من سنتي داير ما يدور، يعني سيب سنتي من طرف الصينية وعلم كده وانزل بأطراف إيدك وعلم. تاخد التوبنج بتاعها اللي هو طماطم مع بصل مع توم مع زعتر، سبكه على النار، حط له شويه لوز او فول سوداني مطحون ناعم عشان تزداد قيمه غذائيه عاليه جدا. نحط التوبنج ده في قلب البيتزا ونسيبه. عايز تعملها بالبسطرمه، عايز تعملها بالفراخ، عايز تعملها بالجمبري، عايز تعملها بالخضار زي ما انت عايز، بالمشروم بالبصل، ترص الحشوه بتاعتك. تيجي للموزاريلا، لو عندك في الديب فريزر المشكله اللي بتقع فيها ست البيت ان بتاخد الحشوه اللي هو الجبنه الموزاريلا من الديب فريزر تحطها على الجبنه على طول، هنا هتقطع منك ومش هتمط. لازم الجبنه تفك، تسيبها تفك براحتها، تاخد الشكل التلقائي بتاعها. بعد ما تفك بتحطها على الوش وتدخلها في الفرن بألف هنا وشفا، وهنعملها لك ان شاء الله عشان اهل الصعيد. اللهم صل على النبي. دي لازم اشيلها عشان بتخوف الاطفال، لان بعد ما بتستوي شكلها ما بيبقاش عاطفي خالص. اهو مع الافخاد بالذات، واشيل ده من هنا. وناخد الفراخ يا عم الشيف بالسكينه الصغيره دي، نفتحها من بعضيها. معايا جريلا بتسخن فرحان بيها. الفراخ مش هتقعد 10 دقايق الا لما تستوي. واخد الفراخ كده، طبعا انا هشتغل في ايدي، انت ما تعمليش زي كده، اعملي كده. انا بس عشان اوريها للاساتذه المصورين والمخرج اهو بالسكينه كده. انا هقطعها على البلاش عشان غلط ان هي تمسكها بايديها، بس انا بوري للساده المشاهدين تقطع منين. الفتحه دي مهمه جدا، الحشوه هتخش جواها. حلو، نيجي هنا كده على عينك يا تاجر. بسكينه صغيره من عند الايه المفصل عشان ما نلاقيش فيه كتل دمويه متجمعه. شفت الفتحه دي مهمه جدا. وهنا كده بسكينه صغيره ونحطها هنا تاني. انا بحب قوي الافخاد الفراخ المشويه، الصدور ما بحبهاش على فكره، حتى لما نبقى عاملين ملوخيه اكل الورك بتاع الفرخه والفخده، ما بحبش الصدر. مش بقول لكم انا بحب ايه؟ والشيش طاووق نفس القصه، عشان كده بحب انا الايه؟ الافخاد دي مشويه حلوه قوي على فكره. نفس الطريقه اهي، امسك كده الحشوه احطها هنا كده. امسك الفراخ كده بعد ما تتغسل. بالجلد، انا عايزها بالجلد. ما هي الجلده دي يا غالي بتاعت الفرخه دي فيها ماده دهنيه لطيفه هتساعد على ان هي تغذي الفرخه دهون وقيمه غذائيه، بس اهم حاجه نغسلها كويس. نغسلها بايه يا عم الشيف؟ بليمون وقشر ليمون، قشر برتقان، معلقه دقيق. حلو ونعمل القطمه دي كده. شفت القطمه؟ هي دي، شفت الحركه؟ هي الحركه دي تاني. بص هي دي. بص بقى زي الفل، بتدي شخصيه للورك. بص بتخليه تاخد شكل كده وما تكشش. كمان نفس القصه. القطمه دي زي الفل. تمام، هناخد الفراخ بعد الحشوه دي. تمام زي الفل. اللهم صل على النبي. بص عليها كده ودلعها لي بقى. ادي الفراخ، ممكن نتبلها ونحطها في الثلاجه ساعه زمن، تبقى لطيفه وجميله. ده مهم جدا على فكره. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ الزهره سخنه جدا. كل القصه دلوقتي بحط معلقه زيت صغيره كده ووزعها على الجريله بتاعتي، مش كتير علشان ما نولعش في المطبخ. اللهم صل على النبي. تاني تشوي فراخ، تعملي شاورما، تعملي برجر، ما تبخليش من مصروف البيت، مش تكونش ليكي حجه. تجيبي شوايه او جريلا او طاسه سماكه المعدن بتاعتها قويه، يفضل تكون مصنوعه من الزهر. علل ولماذا الزهر؟ علمونا في المدارس زمان الزهر يحتفظ بدرجه حرارته فتره طويله على النار. حلو الكلام؟ هناخد صدور الفراخ او الافخاد نشويها مع بعضها. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خش جوزك بقى لك بتحمر الفراخ ديت، يعرف ان في رساله هنا، والحدق يفهم رساله حب. طعم تاني وشكل تاني وهنخلي الحشوه دي الله عليك، هنخلي الحشوه دي جنبينا هنا زي الفل عشان نشرب بيها الفراخ من وقت للتاني. الشيف المغاز بقى بيحب يضيف دايما تركاته. بص على الحلاوه، بص على الشهاوه. هو ده، هو ده، هي دي الشهاوه. ونقلبهم كده ونخليهم على جنب. تاني. صوص طماطم من عندها. خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد ما شفنا الصوره الحلوه تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، الفراخ المشويه بتفاصيل صغيره.
التتبيلة الخلطة هجيبها تاني لحضراتكم معايا هنا. كل القصة ان انا حطيتها في بولة تانية اهي. بص عليها بقى، ضفت لها حاجة كده وانا طالع الفاصل، خرجني قال لي نوه عنا ان انا عندي صوص طماطم تعبان عليه. يعني ايه تعبان عليه؟ يعني بديله نكهة، بديله طعم، متسبك على النار جاهز، خدت منه شوية يشارك في الطعم والجمال. اه بالشكل ده كده. الفراخ هنا عطشانة، قال لك عطشان يا اسمراني اسقيني ايه؟ محبة. الفراخ تشرب من ده. تقوم الفراخ هنا لما بتقعد على الشواية فترة طويلة، عشان كده بقول لحضراتكم نجيب المعدن السميك، والمعدن ده يكون زهر. سخنة تنام، وعلى فكرة ممكن تقدميها في نفس الايه الزهرة دي. لسه ما خلصتش. الفراخ دي حكاية، حكاية وفيها رواية وفيها حدوتة. الله، زي الفل. كل القصة معايا زبدة بقى. هعمل ايه دلوقتي؟ بحط كده. على الفراخ من فوق. خليك انت احسن مني بقى، وهاتي زبدة حلوة كده 2 كيلو ولا حاجة، وجيب شوية أعشاب اللي كانوا معايا من دلوقتي كده، وفرموهم على الزبدة وهي نية بدرجة حرارة المطبخ، واعملي منها عجينة. حطها في ورقة زبدة أو ورقة سيلفر أو في كياس بلاستيك اللي هي بتاعت التلاجة، وحطهم في التلاجة. بتشوي برجر، بتشوي لحمة مشوية، بتشوي ستيك، بتشوي فراخ زي دي كده، تطعم منها شريحة. الزبدة فيها أعشاب وفيها فليفر وحلو. إيه الصورة الحلوة؟ أنا مش متخيل إن أنا اللي عامل الصورة الحلوة دي، إيه الجمال ده؟ لما بقول الصورة تعني مليون كلمة عندنا وبس على شاشة القناة الأولى. إيه الحلاوة دي؟ العب. الزبدة دي طبعًا هتخش النار دلوقتي، هتسيح ونشوفها بعد الكوسة. أخبار الكوسة يا عم الشيف، إيه الإنتاج بتاعك؟ العامل في مصنعي، المهندس في مصنعي، كل منا ينتج بطريقته، الشيف في مطبخه ينتج. اللهم صل على النبي. كوسة محشية بتفاصيل صغيرة. بص على الحلاوة والشقاوة. أهو. هتجيب الصورة فين ولا فين بس؟ قولي ولا تخبيش يا زيان. ناخد الفراخ بقى، كفاية عليها كده. ايه رأيك ادخلها الفرن؟ عايز ادخلها في الفرن في الوقت المتبقي. العب. اهو بدلعك النهاردة انا. حلو. عايز اعمل الطحينة. اللهم صل على النبي. اشيل الفراخ؟ حاضر. والله مخرج شاطر والله. شفت الراجل اللي بيحب شغله ممكن يهاجم علشان تطلع الصورة حلوة. المهاجمة عشان نجيب جون، مش مهاجمة شرسة. العب. ايوه. ده لسه كمان لما تخش النار والزبدة دي تسيح، ما اقولكش. العب. هو ده. ولا وبتغلى على النار وجاهزة، والفراخ متشربة بهريز وصوص وحاجة لطافة. والكوسة حكاية، تمسك الكوسية من دي بتدوب دوب. خلطة فيها حتة زبدة من جوه، فيها لحمة، فيها رز، فيها توابل، فيها شوية حب. العب. ايه ده؟ ده والله ما عايز اشيلها، انا عايز اخلص الحالة على كده. نخلص الملاح ونجري ولا ايه؟ ايه الحلاوة؟ هو ده. لما بقول لحضراتكم وبهزر وبقول تفاصيل صغيرة، ولكن المعنى كبير والطعم جديد، عشان احبب حضراتكم في المطبخ. وليا هدف، يعني ان انا بنبقى صاحيين الصبح مش عايز اخش المطبخ، اعمل اكل وكل يوم مطبخ. يا اختي كل يوم مطبخ، ما هي الحياه كده. احنا عايشين ناكل لقمه حلوه، نضحك في وش بعضينا، كلمه الحلوه، التليفون تعالي معزومه يا حماتي، معزومه يا ماما النهارده، جوزي قاعد في البيت النهارده، اشتاق اني يشوفك، وهكذا من القبيل والكلام. وبعدين نعمل الاكله الحلوه، كلفنا ما كلفناش ولا حاجه، احنا كلفنا حب، كلفنا اجتهاد، كلفنا مجهود. مجهود معنوي، مجهود كلمة حلوة، إنما التكلفة المادية للأمانة كلام فاضي. عشان نتكلم الصراحة يعني، لا جبنا الديك الروم المتكتف ولا جبنا الفخدة الضاني، هي فخد في داخل فرختين قطعنا الصدور، موجودة عندنا هنعملها في يوم تاني. وادي اللي فخد، وعملنا تكنيك عالي ولطافة من الشاوي. الشكل الشبيه اللي حضراتكم شفتوه. ومعانا الكوسة المحشية جاهزة للأكل. هعمل دلوقتي سلطة الطحينة علشان عدل الأكلة بتاعتي. هتدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. عايزك تنظر لها النظرة الأخيرة الحلوة وهي في الفرن. إيه الجمال ده؟ لا هتبقى شكل تاني بعد ما تطلع من الفرن على فكرة. بس سيبها كده بتاع 5 دقايق بالظبط. تعالوا مع بعض نعمل سلطة البقدونسية. بتروحوا بعض المطاعم يقول لك عندي بقدونسية، يحط لك حتة في الطبق دي كده، هتدفع 20-30 جنيه. إيه التكلفة؟ مش عارف. طحينة، ثوم، بصل ناعم، بقدونس ناعم مفروم متنظف وجاهز زي الفل،
خلي بالك البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون ومية دافية. مية دافية، لازم الطحينة دي تتعمل بمية دافية. والمقادير على الشاشة. اكتبيها سريعا كده، ندفي شوية مية. ده مهم جدا على فكرة. ما ينفعش تعمليها غير بمية دافية. حلو. بس كفاية، تمام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المضرب بتاعنا، يكون مضرب قوي كده لان الطحينه بالميه الدافيه بتتقل فبتحتاج لمجهود. واعلمك تعملي البقدونسيه ازاي. ممكن تحط لها شويه خيار مخلل تبقى لطيفه وجميله. ممكن تحط لها فلفل ملون متقطع ومطحون تبقى لطيفه وجميله، بس يفضل الفلفل يكون مشوي. الحاجات دي كلها وارد انك انت تعمليها وتجودي تبقى احسن مني. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هننزل بالطحينه. طحينه يعني زيت سمسم او مصنوعه من السمسم، بذور السمسم. اما الزيت الحار عشان اللي بيتلخبط بين الاثنين بيطلع من زيت بذور الكتان، برضو غني باوميجا 3 على فكره. واللي ياكل طحينه بالشكل ده ما ياكلش لا سمك ولا جمبري. ليه يا عم الشيف؟ هي قيمه غذائيه عاليه جدا، زيها زي السمك والجمبري. هنحط على الطحينه بصلايه ناعمه، هنحط شوية ثوم ناعمين، هنحط البهارات بتاعتنا ببساطة كده، شوية بابريكا. السلطة دي لابد عنها لما تكوني بتعملي مشويات، ده كمون وبابريكا. هنحط شوية ملح وشوية فلفل. لا مش هحط كزبرة، كزبرة مش هنحطها، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. مش هنحط كزبرة. نحط زيت زيتون. زيت زيتون كتير مفيش مشكلة، هنا المية بتسخن. كفاية؟ كفاية. زيت زيتون ني. شوية خل مش كتير، ويكون خل نوعية جيدة. بس خلاص، تمام؟ زي الفل. هناخد بعضينا والميه الدافيه عندي، ناخدها كده. ايه الاخبار؟ زي الفل، هي دي اللي انا عايزها. ونشتغل بالراحه كده. اه اللهم صل على النبي. نقطع النار شويه كمان. دي البقدونسيه. اه قلبنا كل ده مع بعضه. الطعم هنا. تقليب مستمر، كل ما تقلبي كل ما تتقل معاكي. معايا التفاصيل على الشاشه اهو. التقليب في الاول غير دلوقتي اهو، غير بعد شويه اهو. الطحينه بتطلع كده اهو، خديها زي الزبده، زي ما تخدي اللبن كده عشان تطلعي زبده وسمنه اهو. شفت القوام ده كده؟ لسه هيتقل تاني دلوقتي واحنا مع بعض. البوله دي ممكن تتملي معانا اهو، بس الميه تسخن معايا شويه اهو. شفت القوام اهو؟ لسه هنسيبها كده مع بعض شويه ونشوف الفراخ اخبارها ايه في الفرن. عشان هي عاجبه مخرجنا خلونا نطلعها من الفرن. اللهم صل على النبي. مكانها هنا حلو؟ عينيا. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ فين الزبده؟ ساحت وراحت مطرح ما راحت. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اهو. ادي الفراخ المشويه. اللهم صل على النبي. لا دي فيها حكايه، دي عشان اتكلم عنها، دي فيها تفاصيل كتيره قوي. اللهم صل على النبي. حلو قوي. فراخ مشويه. اقول الخلطه تاني اللي عملتها؟ حاضر يا فندم، عجباك انا عارف. عايزك النهارده بعد ما تخلص الشغل تدخل المطبخ تعملها. عباره عن روزماري، زعتر، ريحان، بصل، ثوم، زيت زيتون، زبده، ملح وفلفل، شويه بابريكا، دبس الرمان. كل دول حطيتهم في الكبه وطحنتهم، اداني معجون. الزبده وجودها هنا في الخلطه بيخلي الخلطه متماسكه كده عامله زي الكريمه. بعد كده بنحط الفراخ بتاعتنا ونتبلها بالخلطه اللطيفه دي ونشويها في قلب طاسه سميكه او جريله سميكه.
بعدين مش لازم تحط صوص الطماطم اللي انا حطيته، وارد انك انت مش بتعملي محشي، ممكن تحطي معلقه عينيا الاثنين، ممكن تحطي معلقه كاتشب او معلقه معجون طماطم اختياري بديل اللي انا عملته من صوص الطماطم. تاني عشان اخواننا اللي بيشوفونا بيسالوا يا شيف مغازي وانا لازم اعمل كوسه محشيه واعمل صوص طماطم عشان اعمل الفراخ دي، لا، بدل الصوص الطماطم اللي انا حطيته على الحشوه او على التوبنج او على الخلطه بتاعه الفراخ، ممكن تحطي معلقتين من الكاتشب او معلقتين معجون طماطم باضافه معلقه سكر. اذا حطيتي معجون طماطم حطي معلقه سكر، اذا حطيتي كاتشب بتحطي السكر. الكلام اللي بقوله ده والتفاصيل اللي هي جوه التفاصيل محتاج ان حضرتك تفهمها كويس عشان تطلعي نفس الطعم اللي الشيف المغازي بيطلعه. ناخد الميه اللي سخنت معايا نبدا نحطها على الطحينه ونقلب تاني. الله على البقدونسيه. ننزل بالبقدونس بقى، سماها بقدونسيه ليه؟ لانها فيها كميه بقدونس. والبقدونس مفيد جدا ومهم جدا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ زي الفل. هناخدها زي ما هي كده ونغرفها وخلص الكلام. اللهم صل على النبي. دي بقدونسيه تاكليها مع اي مشويات انت حباها. حطها في الطبق الحلو ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مكانها ممكن نزينها باي حاجه حلوه بقى، نحط عليها شويه دبس الرمان ماشي، نحط عليها يا عم الشيف شويه فلفله حلوه ماشي، حسب ما انت حابه. الله الله على السلطه. نعم، اللون الاحمر ده من البابريكا. سلطه عدل الاكل اللي احنا عاملينه، وعلى فكره قيمتها الغذائيه عاليه جدا. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه، عايزك كنت في المطبخ كده باقل تكلفه ممكنه تعملي سفره مختلفه لها طعم ولها مذاق تاني خالص. الجرنش بتاعنا شويه زيت زيتون، تفاصيل صغيره اهيت زي الفل. الكلام الحلو ده يا عم الشيف المغازي بنشوفه كل يوم مع بعض من ماسبيرو.